يحيى هنا سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الهباء. موطني 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 يا أنا. أحبكم. معكم أستاذة وفاء أستاذة اللغة العربية. أتمنى أنكم تتبعوا النصائح وتبقوا أيضا في منازلكم حفاظا على سلامتكم. الآن أريدكم أن تأخذوا معي الصفحة رقم 67 من الكتاب المدرسي للتربية الإسلامية، لأننا اليوم سوف نتعرف على درس جديد وهو درس في مكون القسط الذي يدخل ضمن المداخل 5 للتربية الإسلامية، وهو يندرج تحت عنوان أحسن معاملة الزملاء. وكما أقول لكم دائما أنتم زملاء، يجب أن تحبوا بعضكم ويجب ويجب أيضا أن تعاملوا بعضكم بعض مثل الإخوة. سأقرأ عليكم النص بدقة فقط لأن أن تستمعوا، فقط اسمعوا الذي سوف أقرأ. سلمت الأستاذة جائزة لمصطفى لأنه متفوق في دراسته، فاعترض حسام المشارك ونزعها منه بالقوة في الغد. تغيب سامي، علم مصطفى بأنه مريض في المستشفى، وقال للأطفال يجب أن نعود سامي من الطمأنينة عليه. فرفض الأطفال لكن مصطفى قال سأذهب وحدي. فذهبت معه سلوى، ولما دخل على سامي بدأ يبكي ويطلب منهما المسامحة. فقال له مصطفى لقد سامحنا لأننا مسلمون والمسلم كريم من الناس. إذا كيف تعامل سامي مع مصطفى؟ كيف تعامل معه؟ تعلم معه معاملة حسنة، لأن سامي اعترض مصطفى وعامله بقوة وأخذ منه الجائزة. لكن عندما علم مصطفى بأنه مريض ذهب ليزوره. هل رد عليه بالمثل؟ لا، لم يرد عليه بالمثل، بالعكس، بل عندما علم مرض سامي ذهب عنده. إذا بما أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمرنا بالمسامحة، لأن المسلم هو الكريم من الناس. المسلم هو الكريم من الناس. إذا نستخلص من هذا النص أنه يجب أن أعامل زملائي وزميلاتي سواء في الحياة أو في المدرسة بالحسنى، وإذا ظلمني أحد سامحه الله. لا بأس، قلت فقط أظلمني أنا سامحتك، لأننا زملاء لا يجب أن نرد الكرة بالكرة، بل يجب أن نسامح بعضنا البعض. الآن أريدكم أن تأخذوا معي كما قلنا الصفحة 67. دور معي النص الحديثي الشريف. عن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. نعم، يجب أن نخالق الناس بخلق حسن. ويجب أن نحب بعضنا ونحن أمة مسلمة. الآن أريدكم أن تنظروا معي هذا النص وهذه الصورة. إذا ماذا تلاحظون في هذه الصورة التي أمامنا؟ هناك تلاميذ أو زملاء أمام مدرسة. هناك شخص ركض، وذاك الذي ركض قام بأخذ المحفظة
وعالي الزملاء بلطف وأتواصل معهم باحترام